أهلا وسهلا بكم. إليكم موجز السادسة من التناصح. بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في اجتماع رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا والجهود المتواصلة من أجل تعديل اتفاق الصخرات. وبحسب صفحة البعثة الأممية على تويتر فإن سلامة قد هنأ المشري خلال الاجتماع لانتخابه رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة مثنيا على العملية الديمقراطية والمؤسسية التي أظهرتها انتخابات رئاسة مجلس الدولة. هذا وكان المشري قد انتخب رئيسا للمجلس خلف لعبد الرحمن السويحلي في حين افتتح تصريحاته بأنهم سيتواصلون مع مجلس النواب المنحل بشكل مباشر وسريع لحل الأزمة في ليبيا. أوضح المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة أن الهدف من هذه الملتقيات الوطنية الليبية هو الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنها أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له. وأكد سلامة في كلمة له خلال الملتقى الوطني الذي عقد بالعاصمة طرابلس صباح اليوم أنه لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة كليبيا ونحن ندير ظهورنا لأهاليها، متعهدا أن المقترحات التي ستطرح في الملتقيات ستنقل إلى أعلى سلطات في المجتمع الدولي. بعيدا عن ذلك، دعا مجلس الحكماء والشورى بتورغا كافة الأطراف إلى التمسك باتفاق العودة الموقع بين تورغا ومصراتة لضمان تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. وطلب الحكماء في بيان لهم الجهات الرسمية في الدولة والقبائل الليبية طلبهما بتحمل مسؤولياتها تجاه عودة نازحي تورغا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، مؤكدين على التعايش السلمي وحسن الجوار مع مصراتة والمناطق المجاورة لها وعدم استيفاء الحقوق بالذات بحسب ذات البيان. بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس الثلاثاء مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل بحثا الأزمة الليبية وملف مكافحة الإرهاب إضافة إلى مناقشات الأزمة الإقليمية وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن باريس والجزائر تربطهما شراكة استراتيجية استثنائية وبينهما تعاون وثيق في المجالات كافة. تفاصيل أوفى مشاهدينا في أخبار السابعة. إلى اللقاء.